بسم الله الرحمن الرحيم، طلاب الأعزاء، هنكمل مع بعض دلوقتي الموضوع الرابع والأخير اللي هو الخاص بهيكل التمويل في المنشآت. الخاص بهيكل التمويل في المنشآت. طيب لو جينا بصينا كده في الحالة رقم واحد، بيقول لي في 1/1/2013 أصدرت إحدى شركات المساهمة 10,000 سند بمعدل فايدة 8% بقيمة اسمية 30 جنيه، وبسعر اصدار 34 جنيه للسند، على ان ترد قيمة السندات دفعة واحدة في نهاية 4 سنوات. طيب لو جينا بصينا كده، تمام، في ضوء ما سبق اجب عاوز قيد الاكتتاب في السندات. طيب السند ده يعتبر بمثابة قرض على الشركة بتدفع عليه فايدة، الفايدة دي بنسبة كام؟ 8%. طيب القيمة اللي مكتوبة على السند او القيمة الاسمية 30 جنيه، لكن لما جيت اصدرته، تمام، اصدرته ب34 جنيه، يبقى انا اصدرته باكبر من قيمته الاسمية، يبقى انا كده اصدرته بحاجة اسمها علاوة اصدار. يبقى انا كده اصدرته بحاجة اسمها علاوة اصدار للسند 4 جنيه. حسبتها ازاي؟ سعر الاصدار 34 جنيه ناقص القيمة الاسمية اللي مكتوبة على 30 جنيه، يبقى انا حصلت حاجة اسمها علاوة اصدار 4 جنيه. طيب لو جينا بصينا كده ازاي نحل الجزئية دي، انا عندي اول حاجة لازم اعرف القيمة الاسمية لقرض السندات كله، يبقى اول حاجة لازم اطلعها القيمة الاسمية لقرض السندات كله. انا اصدرت كام سند؟ 10,000 سند في القيمة الاسمية للسند الواحد 30 جنيه، يبقى القيمة الاسمية لقرض السندات 300,000 جنيه. طيب اتفقنا مع بعض ان انا اصدرت السند بحاجة اسمها علاوة اصدار. حسبتها ازاي؟ انا اصدرته بسعر اصدار 34 جنيه، حصلت 34 جنيه للسند ناقص القيمة الاسمية للسند 30 جنيه، يبقى انا خدت 4 جنيه علاوة اصدار للسند. طيب لو انا عاوز اعرف انا حصلت قد ايه علاوة اصدار لكل السندات اللي انا اصدرتها، هعمل ايه؟ انا خدت 4 جنيه في انا اصدرت كام سند؟ 10,000 سند، يبقى 4 جنيه في 10,000 سند، يبقى اذا علاوة الاصدار كلها 40,000 جنيه. يبقى علاوة الاصدار كلها 40,000 جنيه. طيب لو جينا كده بصينا مع بعض، تمام، ازاي نحل التمرين ده او ازاي نعمل القيود بتاعتي. انا عندي مرحلتين، عندي مرحلتين. اول حاجة مرحلة الاكتتاب في السندات. كلمة اكتتاب في السندات يعني الناس بتروح البورصة تطلب وتحجز السندات اللي هي عايزاها وتدفع قيمة السند وتمشي، ما تاخدش حاجة. يبقى اذا معنى كلمة الاكتتاب في السندات ان الجمهور او الناس بتروح البورصة تطلب والسندات وتحجزها وتدفع القيمة او السعر اللي مفروض هيدفع فيها وبتمشي، لسه ما خدتش اي سندات. دي بسميها قيد الاكتتاب في السندات. طيب ازاي اعمل القيد؟ لطالما الناس راحت اكتتبت يبقى دفعت فلوس، يبقى البنك زاد بتاع الشركة، يبقى من حساب البنك، من حساب البنك لان البنك زاد، الى حساب المكتتبين في السندات. يبقى من حساب البنك، البنك زاد، الى حساب المكتتبين في الايه، في بفتح حساب مؤقت اسمه المكتتبين في السندات. طيب المبلغ اللي هيتكتب هنا بحسبه ازاي؟ انا اصدرت كام سند؟ 10,000 سند، حصلت عن كل سند كام؟ 34 جنيه. ما تنساش انا حصلت اللي هو سعر الاصدار، انا حصلت عن كل سند 34 جنيه، يبقى 10,000 سند في 34 ب340,000، هو ده المبلغ اللي انا بعمل بيه قيد الاكتتاب في السندات، يبقى من حساب البنك الى حساب المكتتبين في السندات. طيب المرحلة التانية، الناس جت حجزت واكتتبت ودفعت الفلوس ومشت ولسه ما خدتش ايه؟ سندات. المرحلة التانية اللي انا بعمل ايه؟ بعمل اصدار السندات. يعني ايه اصدار السندات؟ يعني بطبع السند وبديه للمكتتبين في السندات. طيب في الحالة ديت القيد بتاعي يبقى عامل ازاي؟ هقول من حساب المكتتبين في السندات، من حساب المكتتبين في السندات، تمام كده؟ اقفل الحساب ده اللي انا كنت فتحته، اخليه مدين ب 340,000 بنفس المبلغ اللي انا فتحته بيه، الى مذكورين. اول حاجه قرض السندات
لان قرض السند ده التزام، يبقى يظهر في الجانب الايه؟ الدائن. طيب قرض السندات دايما بفتحه بالقيمة الاسمية، دايما قرض السندات بفتحه وبقفله بالقيمة الاسمية. يبقى اذا قرض القيمة الاسمية او اللي هو 10,000 سند في 30 جنيه اللي احنا حسبناها، 10,000 سند القيمة الاسمية للسند كام؟ 30 جنيه، يبقى بفتحه بالقيمة الاسمية اللي هي كام؟ 300,000 جنيه. وانا حصلت حاجة اسمها علاوة اصدار السندات، الحساب ده لما اجي افتحه بيظهر في الجانب الدائن، حساب علاوة اصدار السندات اللي انا حسبته ب 40,000 جنيه. طيب يبقى اذا قيد اصدار السندات او قيد اصدار من حساب المكتتبين في السند بقفله 340,000 جنيه الى مذكورين حساب قرض السندات 300,000، حساب علاوة اصدار السندات ب 40,000. طيب انا كراجل اكتتبت في السندات، ايه اللي انا هاخده؟ ايه العائد اللي انا هاخده؟ انا هاخد الفايدة بتاعتي. تمام، لو جينا بصينا كده، انا كراجل مكتتب في السندات او حامل السند، ايه العائد اللي انا هاخده؟ هاخد فايدة سنوية، هاخد فايدة كل سنة، هاخد فايدة كل سنة. طيب لو جينا كده بصينا، يبقى اذا انا لازم احسب ايه الخطوات اللي انا بعملها. الفايدة دي باخدها امتى؟ الفايدة دي بناخدها في نهاية السنة في 31/12 من كل سنة. تمام، يبقى الفايدة بتدفع او بتتحسب بشكل سنوي. يبقى اذا هاجي انا في 31/12/2013 اللي هي في نهاية اول سنة، تمام، بعمل الخطوات ديت، والخطوات دي انا بعملها في 31/12 من كل سنة من سنوات القرض. انا عندي سنوات القرض قد ايه؟ خمس. عندي سنوات القرض، لو رجعنا كده للتمرين، انا عندي سنوات القرض بتاعتي قد ايه؟ اربع سنوات اهو، انا عندي اربع سنوات. يبقى انا في 31/12 من كل سنة بحسب الفايدة. طب بحسب الفايدة ازاي؟ هو قال لي الفايدة مكتوب كده 8%، 8% ده سعر الايه؟ الفايدة. طب تعالى كده نشوف مع بعض ازاي نحسب الفايدة وهنعمل بيها ايه. تمام، اول خطوة ازاي احسب فايدة قرض السندات السنوية. بحسب فايدة القرض كما يلي: اجيب القيمة الاسمية لقرض السندات اللي احنا حسبناها ب 300,000، القيمة الاسمية لقرض السندات اللي هي 300,000 في سعر الفايدة او معدل الفايدة اللي هو مدهوني 8% في المدة بالسنة. انا بحسب الفايدة عن سنة، يبقى هضرب في واحد، يبقى 300,000 في 8% في واحد اداني كام؟ اداني 24,000 جنيه. 24,000 جنيه. طيب الفايدة دي بتسميها الفايدة المحسوبة او الفايدة السنوية، دي الفايدة اللي بيحصل عليها مين؟ حملة السندات، اللي بيحصل عليها مين؟ حملة السندات. طيب بعمل بالرقم ده اللي هو 24,000 ده قيدين، بعمل بكم قيد؟ قيدين. اول حاجة هي الفايدة دي من حق مين؟ من حق حملة السندات. يبقى بعمل قيد اسمه قيد استحقاق الفايدة لحملة الايه؟ السندات. بقول ان الفايدة دي من حق مين؟ حملة. ده اول قيد. بيبقى شكله عامل ازاي؟ الفايدة بالنسبة للشركة ايه؟ مصروف، والمصروف دايما مدين. اقول كده: من حساب فائدة قرض السندات الى حساب حملة السندات. هي الفايدة من حق مين؟ حملة السندات. يبقى افتح حساب مؤقت داين بيهم. يبقى اذا اول قيد بقول من حساب فائدة قرض السندات الى حساب حملة السندات ب 24,000. طيب بعد كده بسدد الفايدة لمين؟ لحملة السندات. يبقى بعمل قيدين، أول حاجة قيد استحقاق، بعد كده قيد سداد، أسدد الفايدة لمين؟ لحملة السندات. طالما هسدد الفايدة يبقى البنك بتاعي إيه اللي هيحصل له؟ هيقل، يبقى يظهر في الجانب الداين. يبقى أقول من حساب حملة السندات أقفل الحساب اللي أنا فتحته في الجانب الداين ده خليه مدين، إلى حساب البنك بكام؟ ب 24,000. طيب حضرتك مفروض اللي انت حصلت حاجة اسمها علاوة اصدار السندات، اعمل بها ايه العلاوة ديت؟ العلاوة دي انا بوزعها على سنوات القرض. لو تفتكر كده، هو رصيد العلاوة كله كام؟ 40,000. رصيد العلاوة كلها 40,000. طيب مدة القرض قد ايه؟ مدة القرض 4 سنين، بوزعها على سنوات القرض. يبقى اذا هوزع ال 40,000 على 4 سنين، يبقى اذا نصيب السنة الواحدة كام؟ 10,000 جنيه. طيب اعمل بيها ايه العلاوة ديت؟ بعمل بيها حاجة اسمها تسوية او تخفيض مقدار الزيادة في الفايدة السنوية. انا الفايدة ديت مفروض ان هي ازيد من الفايدة الحقيقية. الفايدة اللي انا حسبتها دي مفروض طالما في علاوة فهي ازيد من الفايدة الحقيقية. طب انا عايز اخفضها، اخفضها بايه؟
اخفضها بنصيب السنة من علاوة اصدار السندات. طيب جبت نصيب السنة من علاوة الاصدار ازاي؟ هي العلاوة كلها كام؟ 40,000 جنيه على 4 سنوات اللي هي سنوات القرض، يبقى اذا نصيب السنة الواحدة 10,000 جنيه. واعمل القيد ده، هقول من حساب انا بخفض العلاوة، العلاوة لما جيت فتحت حسابها كان دائن، لما اجي اخفضها خليها ايه؟ مدين. يبقى من حساب علاوة اصدار السندات ب10,000 الى حساب فائدة قرض السندات ب10,000. يبقى من حساب علاوة اصدار السندات ب10,000 الى حساب فائدة قرض السندات. طيب القيد الاخير بعمل ايه؟ بحمل فايدة القرض الحقيقية للسنة الاولى لقائمة الدخل. انا عندي خلاص، انا عندي حاجة اسمها فايدة القرض السنوية او المحسوبة اللي انا حسبتها اللي هي بكام؟ ب24,000. دي الفايدة اللي انا حسبتها بالمعادلة ديت. عندي حاجة اسمها الفايدة الحقيقية او العبء الحقيقي للفايدة. طب ده بحسبه ازاي؟ هي عبارة عن الفايدة المحسوبة اللي انا حسبتها اللي هي ال 24,000 ناقص نصيب السنة من علاوة الاصدار، ناقص لو عندي علاوة اطرح، ناقص نصيب السنة من علاوة الاصدار. طب انا عندي نصيب السنة من العلاوة كام؟ 10. يبقى الفايدة الحقيقية 24,000 ناقص 10,000، يبقى الفايدة الحقيقية كام؟ 14,000. يبقى الفايدة الحقيقية 14,000. اعمل القيد ازاي؟ انا هودي الفايدة دي فين؟ قائمة الدخل. يبقى من حساب قائمة الدخل الى حساب فائدة قرض السندات. يبقى من حساب قائمة الدخل، لما اجي احمل الفايدة لقائمة الدخل، الفايدة الحقيقية من حساب قائمة الدخل الى حساب فائدة قرض الايه؟ السندات. طيب كده احنا عرفنا القيود بتاعتنا، تمام، اللي هو قيد الاكتتاب وقيد الاصدار. في حاجة مهمة قوي لازم نكون عارفينها. احنا عرفنا ان رصيد علاوة الاصدار كام؟ 40,000 جنيه. يبقى عرفنا ان رصيد العلاوة كام؟ 40,000 جنيه اللي انا هوزعها على 4 سنين. طيب بعمل ازاي اوزع العلاوة ديت على الفترات المالية؟ بعمل جدول كده. الجدول ده بسميه جدول توزيع علاوة الاصدار، علاوة الاصدار على الفترات المالية. طيب الجدول ده بيتكون من كام عمود؟ من 7 اعمدة. من 7 اعمدة. اول عمود بحط فيه الفترة المالية بتاعتي، الفترة المالية. انا عندي قرض السندات انا اصدرته امتى؟ يوم 1/1/2013، ده تاريخ الاصدار، ده بداية القرض. طيب وبعد كده انا عندي القرض مدته قد ايه؟ 4 سنوات. السنة الاولى هتخلص امتى؟ 31/12/2013. السنة التانية 31/12/2014. السنة التالتة 31/12/2015. السنة التالتة الرابعة والأخيرة 31/12/2016. طيب أنا بعمل إيه؟ بعمل عمود بسميه نصيب الفترة من العلاوة أو نصيب السنة من العلاوة، والعمود اللي بعد كده بحط فايدة السندات المحسوبة اللي أنا بحسبها بالمعادلة، تمام، فايدة السندات السنوية أو المحسوبة اللي بياخدها مين؟ حملت السندات اللي أنا حسبتها بالمعادلة. بعد كده بعمل بدور أو بحسب العبء الحقيقي للفايدة، العبء الحقيقي للفايدة. طب العبء الحقيقي للفايدة ده بحسبه ازاي؟ هو عبارة عن فايدة السندات المحسوبة، العمود رقم 3، ناقص نصيب الفترة من العلاوة. يبقى تاني ازاي احسب العبء الحقيقي للفايدة؟ اللي هو بيروح فين؟ قائمة الدخل. اللي هو بيروح فين؟ قائمة الدخل اللي احنا عملناه. بحسبه ازاي الفايدة الحقيقية او العبء الحقيقي للفايدة؟ بجيب فايدة السندات السنوية او المحسوبة ناقص نصيب الفترة من العلاوة، اللي هو 3 ناقص 2. طيب بعد كده بعمل عمود للرصيد المتبقي من العلاوة، تمام، وبعد كده بعمل عمود للقيمة الاسمية لقرض السندات، القيمة الاسمية لقرض السندات. بعد كده اخر عمود بسميه الالتزام الحقيقي لقرض السندات، او هو بسميه القيمة الدفترية لقرض السندات. يبقى الالتزام الحقيقي لقرض السندات او القيمة الدفترية لقرض السندات. طيب تعالى كده، اول حاجة الالتزام الحقيقي ده احسبه ازاي؟ او القيمة الدفترية لقرض السندات عبارة عن القيمة الاسمية لقرض السندات زائد الرصيد المتبقي من علاوة الاصدار. يبقى اذا العمود رقم 7 ده بحسبه ازاي؟ 6 زائد 5. طيب تعالى كده، في بداية القرض 1/1/2013، هل في الوقت ده انا عندي او هطلع نصيب الفترة من العلاوة؟ لا، احنا اتفقنا ان انا العلاوة بعمل بها ايه؟ بخفض بيها الفايدة اللي انا محسوبة او السنوية. طب الفايدة اصلا بتتحسب امتى؟
في 31/12 من كل عام. اذا انا لسه هنا في 1/1، يبقى هنا مفيش نصيب فترة من العلاوة، صفر. طيب هل انا حسبت فايدة في التاريخ ده في 1/1؟ لا، لان الفايدة بتتحسب امتى؟ في 31/12، يبقى برضو صفر. طب يبقى العبء الحقيقي برضو صفر. طيب يبقى اذا العلاوة في التاريخ ده رصيدها كام؟ زي ما هي 40,000 جنيه، ما خدتش منها حاجة، 40,000 جنيه زي ما هي. طيب القيمة الاسمية لقرض السندات انا حسبتها بكام؟ 300,000 جنيه، ودي ثابتة. القيمة الاسمية لقرض السندات دي ثابتة على مدار سنوات القرض اللي هي 300,000 جنيه. طيب يبقى الالتزام الحقيقي في 1/1/2013 هجمع 300,000 زائد 40,000 يبقى 340,000. طيب تعالى كده نبص على نهاية السنة الأولى 31/12/2013. نصيب الفترة من العلاوة، احنا اتفقنا ان العلاوة كلها كام؟ 40 على 4 سنين، يبقى نصيب السنة من العلاوة 10,000. يبقى اذا نصيب السنة الأولى كام؟ 10,000 10,000 10,000 10,000 اهو، حطيت ال 10,000 نصيب السنة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. طيب فايدة، يبقى اذا الرقم ده ثابت اهو، حطيته في الايه؟ في الأربع سنين. طيب فايدة السندات المحسوبة اللي أنا بحسبها بالمعادلة، تمام؟ اللي أنا بحسبها، اللي أنا حسبتها إزاي؟ اللي أنا حسبتها قلت القيمة الإسمية لقرض السندات في معدل الفايدة في المدة اللي هو 300,000 في 8% في 1 اللي هو إداني كام؟ 24,000. طب الفايدة دي بتاعت مين؟ اللي أنا بسددها لمين؟ لحملة السند. برضو المبلغ ده ماله؟ مش هيتغير، ثابت. في السنة الأولى 24,000، في السنة الثانية 24,000، في السنة الثالثة 24,000، في السنة الأخيرة أو الرابعة 24,000. طب العبء الحقيقي للفايدة اللي هو بيروح فين؟ قائمة الدخل. العبء الحقيقي للفايدة اللي هو بيروح فين؟ قائمة الدخل. أحسبه إزاي؟ 3 ناقص 2، يعني فايدة المحسوبة ناقص نصيب الفترة من العلاوة، يبقى 24,000 ناقص 10 يبقى 14,000. 24,000 ناقص 10 14,000. 14,000 14,000. طيب نيجي بعد كده الرصيد المتبقي من العلاوة. الرصيد المتبقي من العلاوة في نهاية السنة الأولى أنا خدت من العلاوة كام؟ خدت من العلاوة 10 أهو، خدت من العلاوة 10، يبقى باقي من الأربعين دي كام؟ 30. يبقى في السنة الأولى أنا خدت 10، يبقى باقي كام؟ 30. طيب في السنة الثانية خدت 10 تاني، يبقى باقي كام؟ 20. في السنة الثالثة خدت 10 تاني، يبقى باقي كام؟ 10. طيب في السنة الرابعة خدت 10 تاني، يبقى هنا صفر. هنا انا ما كتبتش، بس هنا ايه؟ صفر. الرصيد المتبقي من العلاوة هنا صفر. طيب نيجي بعد كده القيمة الاسمية لقرض السندات دي ثابتة. القيمة الاسمية لقرض دي ايه؟ ثابتة اهو 300,000. بس هتلاحظ ان انا ما كتبتش في السنة الرابعة والاخيرة برضو. ليه؟ لان هي هتبقى بصفر، لان انا في نهاية عمر القرض برجع ارد القيمة الاسمية لقرض السندات اللي هو 300,000، برجع ادفعها لمين؟ لاصحابها اللي هم محمد السيبينا، برضو صفر. في السنة الرابعة صفر. طيب الالتزام الحقيقي لقرض السندات، تعالى بقى نحسب في السنة، نهاية السنة الأولى يبقى 300 زائد 30 يبقى 330. في السنة الثالثة 300 زائد 20 يبقى 320. دي 320، دي 320، معذرة، دي 320 اللي هي 300 زائد 20. طيب نيجي في السنة التالتة 300 زائد 10 يبقى دي 310. الرقم هنا 310 مش 330، 310. طيب في السنة الأخيرة صفر، كده القرض خلص، فأنا رديته يبقى هنا صفر صفر صفر. طيب الجدول ده مهم جدا، بنحل منه أسئلة كتير في البابل شيت. طب تعال نحل بقى بسرعة كده الأسئلة بتاعتنا. أول حاجة قيد الاكتتاب في السندات. قيد الاكتتاب في السند يكون هيبقى من حساب البنك 340,000، من حساب البنك الى حساب المكتتبين في السندات. عرفنا ازاي بنجيب الرقم ده؟ يبقى من حساب البنك الى حساب المكتتبين في السندات. طب قيد اصدار السندات، ها، من حساب المكتتبين في السندات الى مذكورين. حساب علاوة اصدار السندات 40,000، حساب المكتتبين في السندات 300,000. طيب فايدة السندات السنوية التي تدفع لحملة السندات تساوي اللي احنا حسبناها مع بعض، الفايدة المحسوبة طلعت كام؟ 24,000. 24,000 اللي احنا حسبناها ازاي؟ القيمة الاسمية للقرض كله 300,000 في 8% هيديني كام؟ 24,000. قيد معالجة علاوة الاصدار مع فايدة السندات. ازاي بنوزع العلاوة؟ ايه القيد اللي انا بستخدم في العلاوة مع الفايدة؟
اللي انا بقول من حساب علاوة الاصدار، بخلي العلاوة مدينة، من حساب علاوة الاصدار الى حساب فائدة السندات بكام؟ بنصيب السنة الواحدة اللي هو 10. يبقى من حساب علاوة الاصدار الى حساب فائدة السندات ب10. طيب مبلغ فائدة السندات المرحل لقائمة الدخل كل سنة، هو ايه اللي بيروح قائمة الدخل كل سنة؟ الفايدة الحقيقية او العبء الحقيقي للفايدة. طيب العبء الحقيقي للفايدة حتى احنا عاملينه في الجدول هنا، العبء الحقيقي للفايدة كام اللي بيروح كل سنة قائمة الدخل؟ 14000. 14000. يبقى اذا لما اجي اختار مبلغ فايدة السندات المرحل لقائمة الدخل 14000. طيب رصيد علاوة الاصدار في نهاية مدة القرض، رصيد علاوة الاصدار في نهاية مدة القرض. تعالى كده بص معايا في الجدول، ادي اخر سنة اهو اللي هو واحد، ادي السنة الرابعة الاخيرة في نهاية مدة القرض، العلاوة الرصيد المتبقي ادي العمود اهو، العلاوة فيها كام؟ انا مش حاطط رقم، بس هنا الرقم كام؟ صفر. هنا الرقم كام؟ صفر. يبقى اذا طالما خلاص يبقى اذا هنا صفر، يبقى المفروض الاجابة صفر. طيب يبقى اذا مفيش صفر هنا، يبقى لا شيء مما سبق. الالتزام الحقيقي لقرض السندات في نهاية السنة الأولى أهو، أدي العمود أهو بتاع الالتزام الحقيقي لقرض السندات، فين السنة الأولى؟ أدي السنة الأولى أهي. طيب في نهاية السنة الأولى الالتزام الحقيقي كام؟ 330000 أهو، 300 زائد 30 يعني 330000، يبقى نختار الإجابة 330000. طيب لو قال لي الالتزام الحقيقي في نهاية عمر القرض أو في السنة الأخيرة هيبقى صفر. لو قال لي في السنة الأخيرة هيبقى صفر. تمام؟ يبقى هنا الرقم كام؟ صفر. طيب تعالى كده نبص مع بعض على الحالة اللي بعد كده، الحالة رقم 2. بيقول لي إذا أصدرت إحدى شركات المساهمة 2000 سند. قال لي كده 10%، 10% ده سعر الإيه؟ الفايدة. بقيمة اسمية 1000 جنيه للسند. وقد تم إصدار السند بسعر 110%. من القيمة الإسمية، وتم تحصيل قيمة السندات نقدا بالكامل، فإن قيد إصدار السندات هو. طيب أول حاجة تعال نحسب مع بعض القيمة الإسمية لقرض السندات كله. طيب أنا عندي، أنا أصدرت كام سند؟ 2000 سند. القيمة الإسمية للسند كام؟ 1000 جنيه. يبقى 2000 في 1000 جنيه يبقى هيديني كام؟ 2 مليون جنيه. يبقى القيمة الإسمية لقرض سنة 2 مليون جنيه. طيب انا اصدرته بالقيمة الاسمية، يعني انا اصدرت السند بألف جنيه لما جيت حصلت، ولا لما جيت اصدرته بسعر تاني؟ او قال لك ايه؟ تم اصدار السند بسعر كام؟ 110% من القيمة الاسمية. طب تعال نحسب كده، احسبها ازاي؟ يبقى اقول كده سعر اصدار السند بيساوي، هو قال لك من القيمة الاسمية، يبقى اجيب القيمة الاسمية اللي هي الالف جنيه واضرب في 110%. يبقى سعر الاصدار احسبها ازاي؟ 1000 جنيه في 110% هيديني كام؟ 1100 جنيه، ده اسمه سعر اصدار السند. يبقى اذا ده سعر اصدار السند، يبقى اذا انا اصدرته بايه؟ هل اصدرته بالقيمه الاسميه اللي هي 1000 جنيه؟ ولا اصدرته باعلى ولا باقل؟ لا انا اصدرته باعلى، انا خدت 1100 مع ان القيمه الاسميه اللي مكتوب عليه 1000 جنيه، يبقى انا اصدرته بايه؟ ايوه سامعك شاطر، اصدرته بحاجه اسمها علاوه اصدار. طيب يبقى علاوه الاصدار للسند الواحد كام؟ 1100 اللي هو سعر الاصدار ناقص القيمه الاسميه 1000 يبقى 100 جنيه. يبقى انا خدت علاوه اصدار لكل سند 100 جنيه. طب تعالى نحسب كده العلاوه اللي انا خدتها للقرض كله. يبقى رصيد علاوه الاصدار للقرض كله كام؟ 100 جنيه، انا خدتها عن كل سند، اصدرت كام سند؟ 2000 سند، يبقى 100 جنيه في 2000 سند بكام؟ ب 200000 جنيه، ب 200000 جنيه. طيب هو عايز ايه؟ عايز قيد الاكتتاب، عاوز قيد الاصدار. لا هو بيسالك هنا على قيد اصدار السندات. احنا قلنا في مرحلتين، قيد الاكتتاب او مرحله الاكتتاب، وبعد كده مرحله الاصدار. طيب مرحله الاكتتاب يعني الناس جت حجزت الايه؟ السندات ودفعت الفلوس. دفعت الفلوس يبقى البنك زاد، يبقى من حساب البنك الى حساب، وافتح حساب مؤقت لمين؟ للمكتتبين في السندات. يبقى من حساب البنك الى حساب المكتتبين في السندات. طب الرقم اللي هيتكتب هنا احسبه ازاي؟ انا اصدرت كام سند؟ بعت كام سند؟ 2000. حصلت عن كل سند كام؟ 1100 اللي هو سعر الاصدار. يبقى 2000 سند في 1100، انا خدت 1100، يبقى الرقم كام؟ 2 مليون و200 الف. 2 مليون و200 الف ده قيد الايه؟ الاكتتاب. طب هو مش عاوز القيد ده، نيجي بعد كده قيد الاصدار.
اصدر بقى السند، اطبع السند واديه لمين؟ للمكتتبين في السندات. يبقى اقول من حساب المكتتبين في السند، اقفل الرقم ده او الحساب ده هو دين اخليه مدين بنفس المبلغ 2 مليون و200 الف الى مذكورين حساب قرض السندات واتفقنا مع بعض، دايما بيتفتح بالقيمه الاسميه فقط. طب القيمه الاسميه عباره عن ايه؟ 2000 سند في القيمه الاسميه 1000 جنيه يبقى 2 مليون جنيه. وافتح حساب لعلاوه اصدار السندات اللي هو احنا حسبناها ب 200 الف، اللي هو خدت 100 جنيه عن كل سند في 2000 سند يبقى 200 الف جنيه. يبقى اذا قيد الاصدار من حساب المكتتبين في السندات ب 2 مليون و200 الف الى مذكورين حساب قرض السندات بالقيمه الاسميه بس 2 مليون، وحساب علاوه اصدار السندات ب 200 الف. يبقى اذا لما نيجي نختار الاجابه هنا هنختار الاجابه سي، هنختار الاجابه سي. طيب نبص مع بعض على الحاله رقم 3. اصدرت احدى شركات المساهمه سندات بقيمه مليون جنيه. اصدرت سندات بقيمه مليون جنيه، هو مديني القيمه الاسميه لقرض السندات جاهز، مديني هنا القيمه الاسميه لقرض السندات جاهز مليون جنيه. تستحق بعد 5 سنوات، يبقى مده القرض قد ايه؟ 5 سنوات. وكان رصيد خصم الاصدار في تاريخ اصدار السندات 50 الف جنيه. يبقى اذا هو مديني هنا خصم اصدار. يعني ايه كلمه بقى خصم اصدار؟ خصم اصدار يعني انا اصدرت السند بسعر اقل من القيمه الاسميه. يعني مثلا لو القيمه الاسميه 100 جنيه انا اصدرته ب 90 جنيه، انا عملت خصم. يبقى معنى كلمه خصم اصدار اللي انا اصدرت السند بسعر سعر اصدار اقل من القيمه الاسميه. تمام؟ طيب هو قال لي ان رصيد خصم الاصدار كله بتاع السندات كلها بتاع القرض كله كام؟ انا اديت خصم كام؟ 50 الف جنيه، مدالي محسوبه جاهزه، ده الرصيد بتاع خصم بتاع القرض كله. وكانت قيمه الفايده السنويه تبلغ 80 الف جنيه. دي الفايده اللي انا حسبتها في التمارين اللي فاتت، هو مداني جاهزه، دي الفايده السنويه اللي انا بحسبها المحسوبه اللي انا بسددها لحمله السندات في نهاية كل سنة في 31/12 من كل عام، هو مداني جاهزة. في ضوء ما سبق أجب عن الأسئلة. يبلغ نصيب الفترة المالية الواحدة من خصم الإصدار. بص بقى معايا، إحنا عملنا المرة اللي فاتت جدول وزعنا بيه علاوة الإصدار. المرة دي أنا ما عنديش علاوة، أنا ما أصدرتش السند بأعلى من قيمته الإسمية، لا أنا عندي خصم، يعني أصدرته بأقل من قيمته الإسمية. هنعمل نفس الجدول، تمام؟ نفس الجدول بس في اختلافات بسيطة. هنوزع بقى، ادي الجدول اهو، الجدول ده مهم جدا، تمام؟ ادي الجدول بتاعنا، تمام؟ ادي الجدول بتاعنا اهو. هنوزع خصم الاصدار على الفترات المالية. طيب نوزعه ازاي خصم الاصدار على الفترات المالية؟ هنعمل نفس السبع اعمدة، نفس السبع اعمدة اهو، الفترة المالية، تمام؟ هنا هو مش مديني تواريخ، فانا رحت عامل ايه؟ ادي بداية السنة الاولى، بداية القرض. بعد كده قال لي القرض مدته كام سنة؟ 5 سنين، فروحت عامل كده، نهاية السنة الأولى، نهاية السنة الثانية، نهاية السنة الثالثة، نهاية السنة الرابعة، وبعد كده نهاية السنة الخامسة والإيه؟ والأخيرة. طيب نيجي بعد كده، خصم الإصدار هو مديهوني بكام؟ هنا طبعًا قلنا هنا نصيب الفترة من الخصم هنا صفر، مفيش حاجة. الفايدة أنا ما بحسبش حاجة لأن لسه في بداية السنة الأولى. العبء الحقيقي للفايدة برضو مفيش حاجة. يبقى إذًا دايمًا في بداية السنة الأولى أول 3 خانات دول بيكونوا فاضيين، دايماً في بداية السنة الأولى في أول القرض بيبقى دول فاضيين. طب نيجي هنا، طب الرصيد بتاع خصم الإصدار هو مدوني جاهز كام؟ 50 ألف جنيه. يبقى الرصيد بتاع خصم الإصدار هو مدوني جاهز بكام؟ 50 ألف جنيه، لسه ما خدتش منه حاجة. طيب القيمة الإسمية لقرض السندات كام؟ مليون جنيه، هو مداني جاهزة. هنا بحط القيمة الإسمية لقرض الإيه؟ السندات. طيب إزاي بقى أحسب الالتزام الحقيقي لقرض الايه؟ السندات. ازاي احسب الالتزام الحقيقي لقرض السندات او القيمة الدفترية لقرض السندات؟ بحسبها ازاي؟ بجيب القيمة الاسمية لقرض السندات واطرح منها الرصيد المتبقي من خصم الاصدار. تاني، بجيب القيمة الاسمية لقرض السندات اللي هو 6 واطرح منها الرصيد المتبقي من خصم الاصدار، يبقى 6 ناقص 5 اجيب الالتزام الحقيقي. طيب تعالى كده، يبقى في بداية السنة الأولى الالتزام الحقيقي كام؟ مليون ناقص 50 ألف يبقى 950 ألف.
مليون ناقص 50 يبقى 58000. طيب تعالى مع بعض هنوزع ال 50 ديت على عمر القرض، هو عمر القرض كام؟ 5 سنين. طيب يبقى تعالى كده نحسبها مع بعض، يبقى 50000 على 5 سنين اللي هم عمر القرض، يبقى نصيب السنه الواحده كام؟ شاطر سمعك، يبقى 10000 جنيه. يبقى نيجي هنا كده نصيب الفتره من الخصم من اول نهايه السنه الاولى، من اول نهايه السنه يبقى 10000 جنيه، 10000 جنيه في السنه الثانيه، 10000 جنيه في السنه الثالثه، 10000 جنيه في السنه الرابعه، و10000 جنيه في السنه الخامسه والايه؟ والاخيره. يبقى اذا انا كده هنزل نصيب الفتره من الخصم. طيب فايده السندات السنويه اللي حمله السندات بتاخدها اللي هو مدهاني جاهزه، مدهاني جاهزه في التمرين بكام؟ ب 80000 اهو، هو مدهاني في التمرين جاهزه الفايده السنويه 80000، انزلها كده تمام. طب الفايده بتدفع امتى؟ في نهايه كل سنه، ما ينفعش احطها هنا، لا يبقى في نهايه السنه الاولى 80000، في نهايه السنه 80000، في نهايه السنه الثالثه 80000، في نهايه السنه الرابعه كام؟ 80000، في نهايه السنه الخامسه 80000 على مدار الخمس سنين. طب ازاي بقى نحسب العبء الحقيقي للفايده اللي هو بيروح فين؟ قائمه الدخل. ازاي احسب العبء الحقيقي للفايده؟ عباره عن فايده السندات السنويه او المحسوبه زائد نصيب الفتره من الخصم، لان انا عندي خصم بجمع بقى، يبقى اذا الفايده المحسوبه زائد نصيب الفتره من الخصم، مش بطرح زي العلاوه، في العلاوه كنا بنطرح، هنا بنجمع بقول 3 زائد 2، لكن في العلاوه كنا بنقول 3 ناقص 2. طيب يبقى اذا 80 زائد 10 90، في 80 زائد 10 90 وهكذا، يبقى الفايده الحقيقيه في الخمس سنين، في الخمس سنين لغايه السنه الخامسه كام؟ 90000. الرقم ده بيروح فين؟ قائمه الدخل. يبقى العبء الحقيقي للفايده بيروح فين؟ قائمه الدخل. تمام. طيب نيجي بعد كده الرصيد المتبقي من الخصم. في بدايه السنه كان عند الخصم كله زي ما هو 50000، طيب في السنه الاولى انا خدت منه كام؟ وزعت منه كام؟ 10، يبقى يتبقى كام؟ 40. طيب في نهايه السنه الثانيه خدت 10 تاني، يبقى يتبقى كام؟ 30. طيب في السنه الثالثه خدت 10 تاني، يبقى يتبقى كام؟ 20. طيب في السنه الرابعه خدت 10 تاني، يبقى يتبقى كام؟ ها 10000 جنيه. طيب في نهايه السنه الخامسه خدت 10، يبقى يتبقى كام هنا؟ صفر. يبقى دايما الرصيد المتبقي من العلاوه في نهايه عمر القرض او في السنه الخامسه هنا صفر، اللي انا مش كاتبه هنا ايه؟ صفر. طيب نيجي بعد كده القيمه الاسميه لقرض السندات ثابته اللي هي مليون جنيه، ثابته ما عدا اخر سنه، لان انا هنا برد القيمه الاسميه برضو هنا بصفر، في اخر سنه بايه؟ بصفر. طيب تعالى نحسب الالتزام الحقيقي لقرض السندات، هنحسبه ازاي؟ قلنا عباره عن 6 ناقص 5 يبقى مليون ناقص 50، 950000. بعد كده في نهايه السنه الاولى مليون ناقص 40 يبقى 960000، في السنه الثانيه مليون ناقص 30 يبقى 970000، في السنه الثالثه مليون ناقص 20 يبقى 980000، في السنه الرابعه مليون ناقص 10000 يبقى 990000. طيب في السنه الخامسه برضو بصفر، يبقى برضو بصفر، لان انا عملت خلاص مفيش التزام، يبقى اذا اخر ثلاث اعمده دول بصفر في نهايه السنه الخامسه والايه؟ والاخيره، لان انا طالما القرض خلص برد القيمه الاسميه للايه؟ للقرض. طيب تعالوا كده مع بعض نبص على القيود بتاعتنا. تمام؟ اول حاجه قلنا بنسميه اول حاجه قيد الاكتتاب. اول حاجه بنسميه قيد الاكتتاب. طيب قيد الاكتتاب هيبقى شكله عامل ازاي؟ احنا قلنا خلاص من حساب البنك، لان البنك هيزيد، الى حساب المكتتبين في الايه؟ في السندات. طيب الرقم اللي هيتكتب هنا ده اتحسب ازاي؟ القيمه الاسميه للقرض كله كام؟ مليون جنيه. طب هل انا خدت القيمه الاسميه ولا ازيد ولا اقل؟ لا، ده انا عندي خصم، يبقى انا خدت اقل من القيمه الاسميه للقرض. طب انا عملت خصم كام للقرض كله؟ 50000 جنيه، يبقى اقول مليون ناقص 50000 جنيه الخصم اللي انا عملته اللي هو خصم الاصدار، يبقى اذا انا حصلت فعلا كام؟ 950000 بس، يبقى من حساب البنك لحساب المكتتبين في 950000. طيب نيجي بعد كده نعمل قيد الاصدار، يبقى ده قيد الاكتتاب. طيب تعالى نعمل بعد كده قيد الاصدار، هنقول ايه؟ هنقول كده من مذكورين.
اول حاجه حساب المكتتبين في السند اللي انت فتحته ده في الجانب الداين اقفله بنفس المبلغ، يبقى اذا اقول حساب المكتتبين في السند اقفله ب 950 نفس المبلغ اللي انت فتحته بيه، وافتح حساب لخصم اصدار السندات. الخصم عكس العلاوه، الخصم لما اجي افتح حسابه يظهر في الجانب المدين، الخصم عكس العلاوه يظهر في الجانب الايه المدين، لكن العلاوه ظهرت في الجانب الايه الداين. يبقى اذا اقول من مذكورين حساب المكتتبين في السندات 950، حساب خصم اصدار السندات 50، الى حساب قرض السندات. واحنا اتفقنا القرض التزام يظهر دايما في الجانب الداين، ودايما بيتفتح بالقيمه الاسميه. طب القيمه الاسميه كام؟ مليون. يبقى الى حساب قرض السندات بكام؟ بمليون. طيب مفروض ان انا هاجي بعد كده، قلنا في 31/12 حمله السندات بتاخد ايه؟ فايده. طيب الفايدة اللي بياخدها هو المرة دي مداني جاهزة، أنا ما حسبتهاش، هو مديني الفايدة السنوية جاهزة اللي هتحسب بنفس المعادلة 80,000. ال 80,000 الفايدة السنوية دي اللي هي المفروض قلنا بعمل بيها كام قيد؟ قيدين، في 31/12 من كل عام أو في نهاية كل سنة بعمل كام قيد؟ قيدين بالفايدة المحسوبة أو الفايدة السنوية. أول حاجة بعمل قيد بقول إن الفايدة دي من حق مين؟ حملة السندات. يبقى أقول من حساب فائدة قرض السندات إلى حساب حملة السندات ب 80,000. وبعد كده أسدد الفايدة دي لمين؟ لحملة. أقول أول حاجة قيد أقول اللي هي من حقهم، والقيد التاني اللي أنا أسدد الإيه؟ الفايدة. يبقى إذا القيد التاني هسدد الفايدة لحملة السندات. طالما هسدد الفايدة يبقى البنك هيقل، يبقى من حساب حملة السندات إلى حساب الإيه؟ البنك. من حساب حملة السندات إلى حساب البنك. طيب واتفقنا ان خصم الاصدار بوزعه على سنوات الايه القرض، هو خصم الاصدار اللي هو كام؟ 50,000 جنيه. بعمل بيه المره دي بسوي بيه او بزود بيه مقدار التخفيض في الفايده الايه السنويه. طيب ازاي اوزع الخصم على سنوات القرض؟ ازاي اوزع الخصم؟ احنا قلنا نصيب السنه قد ايه؟ 10، اللي هو 50,000 على 5 سنين سنوات القرض يبقى 10. طيب يبقى اقول من حساب فائدة قرض السندات إلى حساب خصم إصدار السندات. طيب الخصم حساب طبيعته إيه؟ مدين. لما أجي أنقصه خليه في الجانب الداين، مش أنا لما جيت فتحت الحساب أهو كان في الجانب الإيه؟ المدين بـ50، طب الـ50 ديت عاوز أنقصها يبقى أخليها في الجانب الداين. يبقى أقول كده من حساب فائدة قرض السندات أهو، من حساب فائدة قرض السندات إلى حساب خصم إصدار السندات بكام؟ بـ10. طيب آخر قيد عندنا ان احنا بنحمل قيمة الدخل بالفايدة الايه الحقيقية او العبء الحقيقي للفايدة. طيب العبء الحقيقي للفايدة اللي انا حسبته من خلال الجدول اهو، ادي العبء الحقيقي للفايدة اللي انا حسبته اهو، ادي العبء الحقيقي اهو اللي انا حسبته ازاي؟ الفايدة السنوية او المحسوبة زائد نصيب الفترة من الخصم اللي هي 80 زائد 10، كام؟ 90. الرقم ده بيروح فين؟ قيمة الدخل بالقيد ده، بيروح قائمة الدخل. طالما مصروف يبقى هيروح فين؟ هيروح في الجانب المدين من قائمة الدخل. يبقى أقول من حساب قائمة الدخل إلى حساب فائدة قرض السندات. يبقى من حساب قائمة الدخل إلى حساب فائدة قرض السندات ب90. طيب تعالى نرجع كده نبص على الأسئلة بتاعتنا أهو. بيقول لك يبلغ نصيب الفترة المالية الواحدة من خصم الإصدار، نصيب السنة من خصم الاصدار كام؟ 10,000 جنيه. حسبتها ازاي؟ الخصم كله كام؟ 50,000 على 5 سنين اللي هو سنوات القرض يبقى 10,000 جنيه. بيتمثل العبء الحقيقي لفائدة قرض السندات في مبلغ 90,000 جنيه. العبء الحقيقي بحسبه ازاي؟ ها؟ ادي الجدول اهو. العبء الحقيقي بيساوي فايدة المحسوبة أو السنوية زائد نصيب الفترة من الخصم 80 زائد 10، يبقى كام؟ 90,000 جنيه. دي اللي بتروح فين؟ قائمة الدخل. طيب بيتمثل قيد اليومية اللازم لإثبات نصيب السنة من خصم الإصدار فيه، آدي أهو تمام. القيد اليومية قلنا بنعمله إزاي؟ اللي أنا بوزع خصم الإصدار، بقول من حساب فائدة السندات بـ10 اللي هو نصيب السنة إلى حساب خصم الإيه؟ الإصدار بـ10. يبقى من حساب فائدة السندات إلى حساب خصم الإصدار. طيب لو جينا بصينا كده مع بعض على السؤال اللي بعده، الحالة رقم 4، بيقول لي ده السؤال اللي جه في الامتحان بتاع زمايلكم في نظامي السنة اللي فاتت. في 16/3/2016 تأسست شركة مساهمة مصرية
برأس مال مصرح به قدره، قدره 40 مليون جنيه. القيمة الاسمية للسهم يعني القيمة اللي مكتوب عليه 200 جنيه. اصدرت الشركة منها الاصدار الاول بعدد 150 الف سهم، يبقى انا اصدرت كام؟ 150 الف سهم. تدفع قيمتها على اقساط كما يلي. يبقى اذا اللي هيجي يكتتب في او اللي يجي يشتري الاسهم ديت هيدفع القيمة الاسمية اللي هي 200 جنيه ديت، هيدفعها عليه على دفعات او على اقساط. هيدفع 50% من 200 جنيه ديت عند الاكتتاب، بنسميه قسط اكتتاب، 30% قسط تخصيص، 20% قسط اول واخير. قالك وقد تم الاكتتاب في جميع الاسهم المطروحة وسددت جميع الاقساط في مواعيدها. طيب نقف هنا، وسددت جميع الاقساط في ايه؟ في مواعيدها. نقف هنا كده وتعالى كده نشوف تمهيد الحل. اول حاجة في تمهيد الحل، عدد الاسهم المصدرة للشركة اصدرتها كام؟ 150 الف سهم، تحصل على اقساط كما يلي. طيب القيمة الاسمية للسهم كام؟ 200 جنيه. طيب هل انا الشركة هتاخد ال 200 جنيه مرة واحدة؟ لا، هتاخد ال 200 جنيه على ايه؟ على 3 اقساط، على 3 اقساط. اول قسط بيكون عند الاكتتاب، عشان كده بنسميه قسط ايه؟ اكتتاب. هاخد كام عند الاكتتاب؟ 50%. يبقى قسط الاكتتاب 50%. احسبها ازاي؟ 200 جنيه القيمة الاسمية للسهم في 50% ب 100 جنيه. طيب قسط التخصيص كام؟ 30%. احسبها ازاي؟ برضو 200 جنيه في 30% باخد 60 جنيه قسط تخصيص. طيب قسط اول واخير كام؟ 20%. طيب يبقى 200 جنيه في 20% ب 40 جنيه. يبقى اذا انا حصلت ال 200 جنيه على كام قسط؟ 3 اقساط، 100 جنيه قسط اكتتاب، 60 جنيه قسط تخصيص، 40 جنيه قسط اول واخير. طيب انا قيود اليومية بتاعتي هعملها ازاي؟ لكل قسط من دول بعمل لهم قيدين، لكل قسط من دول قيدين، يبقى انا هعمل كام قيد؟ 6 قيود. تعالى كده نبص. اول حاجة قسط الاكتتاب، قسط الاكتتاب بعمل له قيدين. اول حاجة قيد الاكتتاب، وقلنا يعني كلمة اكتتاب ان الجمهور او المساهمين بيجوا يكتتبوا او يطلبوا ويحجزوا الاسهم ويدفعوا الفلوس ويمشوا، ما بياخدوش حاجة لسه. يبقى اذا البنك ايه اللي حصل له؟ زاد. يبقى من حساب البنك الى حساب قسط الاكتتاب، يبقى من حساب البنك الى حساب قسط الاكتتاب. طب المبلغ ده بحسبه ازاي؟ انا اصدرت كام سهم؟ 150 الف سهم. طب قسط الاكتتاب بكام؟ ب 100 جنيه اهو. يبقى 150 الف سهم في 100 جنيه يبقى 1,500,000 جنيه. يبقى مليون، يبقى لا 15 مليون جنيه، اسف 15 مليون جنيه. يبقى اذا من حساب البنك الى حساب قسط الاكتتاب ب 15 مليون جنيه. طيب نيجي بعد كده عند الاصدار القيد الثاني اعمل ايه؟ هقول من حساب قسط الاكتتاب اقفل الحساب ده، ها هو كان داين اخليه ايه؟ مدين، وافتح حساب لراس المال او الى حساب راس مال الاسهم العاديه. يبقى من حساب قسط الاكتتاب الى حساب راس مال الاسهم العاديه برضو بمليون ونص، مليون ونص. يبقى اذا قسط الاكتتاب بعمل له قيدين، قيد اكتتاب بقول من حساب البنك الى حساب قسط الاكتتاب بمليون ونص، وعند الاصدار اقفل قسط الاكتتاب اقول من حساب قسط الاكتتاب الى حساب راس مال الاسهم، راس المال زاد يبقى يظهر في الجانب الداين بمليون ونص. طيب نيجي بعد كده قسط التخصيص، قسط الايه؟ التخصيص. ادي قسط التخصيص اهو، تمام. طيب تعالى كده قبل ما ندخل في قسط التخصيص تعالى كده نجاوب السؤال ده، ها او عند الاكتتاب في الاسهم، ها نجاوب اللي احنا حليناه. عند الاكتتاب في الاسهم فان قيد الاكتتاب اللي احنا لسه حلينه، قيد الاكتتاب قلنا ايه؟ من حساب البنك بمليون ب 15 مليون الى حساب قسط الاكتتاب ب 15 مليون. طيب تعالى بعد كده بقى ندخل على القسط اللي بعده، قسط الاكتتاب خلصنا القيدين بتوعه، قسط التخصيص. ها قسط الايه؟ التخصيص. طيب اي قيد او اي قسط بعد قسط الاكتتاب بعمل له برضه قيدين. اول حاجه بطلب القسط بيجي معاه تاريخه، القسط ده بيكون ليه ايه؟ تاريخ. لما يجي التاريخ بعمل ايه؟ بطلب القسط بقول لهم يا جماعه تعالوا ادفعوا، بنسميه قيد استحقاق الايه؟ القسط، او بنسميه قيد طلب الايه؟ القسط. وبعد كده بعمل قيد تحصيل، لما الناس تيجي تدفع بعمل قيد ايه؟
تحصيل، يبقى بعمل كام قيد؟ قيدين، قيد طلب او استحقاق القسط وقيد تحصيل. طب تعالى نعمل الكلام ده، هو قسط التخصيص كام؟ ما تنساش 60 جنيه. طيب تعالى كده بص معايا، يبقى قسط التخصيص بعمل له قيدين برضو، قيد طلب القسط او قيد استحقاق القسط، بقول من حساب، بخلي القسط التخصيص بخليه مدين، يبقى من حساب قسط التخصيص الى حساب راس مال الاسهم الايه؟ العاديه. من حساب قسط التخصيص الى حساب راس مال الاسهم العاديه. طب انا اصدرت كام سهم؟ 150,000 سهم. يبقى 150,000 سهم قسط التخصيص بكام؟ ب 60 جنيه. يبقى 150,000 سهم في 60 جنيه هيديني كام؟ 900، هيديني 9 مليون جنيه. هيديني كام؟ 9 مليون جنيه. يبقى اذا اهو ادي ايه؟ قيد طلب القسط. بعد كده اجي احصل، ها عند التحصيل بقى، هل لازم كل الناس تدفع ولا ممكن حد يلابط ما يدفعش يتاخر؟ طب تعالى كده نبص في التمرين، قال لي ايه بقى؟ قال لي ها بص كده معايا، قال لي وسددت جميع الاقساط في مواعيدها اهو معايا كده، ما عدا مساهم يمتلك 3000 سهم تخلف عن السداد ابتداء من قسط التخصيص. يعني في مساهم بيمتلك 3000 سهم ما دفعش قسط الايه؟ التخصيص. طب سؤال، هو طالما ما دفعش قسط التخصيص هيدفع القسط اللي بعده؟ لا، هو قال لك ابتداء، يبقى اذا هو ولا هيدفع قسط التخصيص ولا هيدفع. طيب يبقى اذا هو قال لك ان هو تاخر عن ايه؟ عن مساهم بيمتلك 3000 سهم تخلف عن السداد ابتداء من قسط الايه؟ التخصيص. وطالما ما دفعش قسط التخصيص برضه مش هيدفع ايه؟ مش هيدفع قسط اول واخير. طب كيف هيدفع القسط اللي بعده؟ يبقى اذا وقال لك ايه؟ كما تخلف مساهم اخر يمتلك 2000 سهم عن سداد القسط الاول والايه؟ والاخير. يبقى اذا قسط التخصيص فيه 3000 سهم ما دفعوش، تمام؟ او في مساهم بيمتلك 3000 سهم ما دفعوش، وفي واحد تاني بيمتلك 2000 سهم ما دفعش قسط اول وايه؟ واخير. طيب تعالى كده نشوف ازاي نحسب الكلام ده. نيجي هنا بقى، يبقى اذا انا لما جيت طلبت قسط التخصيص انا طلبت كام؟ 9 مليون جنيه، اللي هم ال 150,000 سهم كلهم في 60 جنيه. لما اجي احصل لازم احصل ال 9 مليون كلهم؟ لا، هو قال ان في مساهم بيمتلك 3000 سهم ما دفعش، انا اعمل ايه؟ اجي كده اقول 150,000 سهم ناقص ال 3000 سهم اللي هم المتاخرين اللي ما دفعوش في 60 جنيه اللي هو قيمه القسط، قسط التخصيص. يبقى 150,000 سهم ناقص 3000 سهم في 60 جنيه هيديني كام؟ 8,820,000 جنيه. 8,820,000 جنيه. تمام؟ طيب يبقى من حساب البنك الى حساب قسط، لان البنك زاد انا حصلت، من حساب البنك الى حساب قسط التخصيص 8,820,000 جنيه. كده يبقى انا عملت القيدين بتاع قسط الايه؟ التخصيص. طيب نيجي بعد كده قسط اول واخير. قسط اول واخير، اول حاجه برضو بطلب القسط لما يجي ميعاده، لما يجي التاريخ بتاعه بطلب القسط، بنسميه قيد طلب القسط او قيد استحقاق القسط، برضو بخلي القسط مدين. يبقى من حساب قسط اول واخير الى حساب راس مال الاسهم العاديه. من حساب قسط اول واخير الى حساب راس مال الاسهم العاديه. طيب انا اصدرت كام سهم؟ 150,000 سهم. طيب قسط اول واخير بكام؟ ب 40 جنيه. يبقى 150,000 سهم في 40 جنيه هيديني كام؟ 6 مليون جنيه. ده اللي المفروض احصله، 6 مليون جنيه. طيب تعالى بعد كده عند التحصيل، ركز بقى معايا، لما جيت احصل انا حصلت كام؟ انا كان عندي لو تفتكر مساهم بيمتلك 3000 سهم ما دفعش قسط التخصيص، وطالما ما دفعش قسط التخصيص برضه مش هيدفع ايه؟ اول واخير. طالما ما دفعش القسط الاولاني مش هيدفع القسط الثاني، يبقى ادي 3000 سهم برضه ما دفعوش قسط ايه؟ اول واخير. وعندي مساهم تاني بيمتلك 2000 سهم ما دفعش قسط اول وايه؟ واخير. اهو قال لك ان في مساهم اهو بيمتلك 2000 سهم ما دفعش قسط اول واخير. يبقى اذا كام سهم كده اتاخر عن قسط اول واخير؟ 5000 سهم. 5000 سهم اتاخروا، 3000 اللي هو ما دفعش قسط التخصيص وبرضه مش هيدفع قسط اول واخير، و2000 سهم
في قسط اول واخير، يبقى اذا كله كام؟ 5000 سهم. يبقى نطرح كده نقول 150000 سهم اللي انا حصلته ناقص 5000 سهم اتاخروا في 40 جنيه اللي هو قيمه قسط اول واخير، يبقى يديني كام؟ 5,800,000. يبقى اقول من حساب البنك الى حساب قسط اول واخير ب 5,800,000. 5 مليون وكام؟ و800,000. طيب يبقى اذا تعالى كده نحل اسئله البابل على الجزئيه ديت كده اهو. ها عند طلب رقم 2 حلنا واحد، عند طلب قسط التخصيص فان القيد يكون، ها لما اجي اطلب القسط او استحقاق القسط بخلي القسط مدين، يبقى من حساب قسط التخصيص الى حساب راس مال الاسهم العاديه ب 9 مليون. 9 مليون دي اتحسبت ازاي؟ 150000 سهم في 60 جنيه اللي هو قيمه القسط. طيب المحصل من قسط التخصيص انا حصلت كام؟ ها 8,820,000. 8,820,000 اللي انا طرحت، قلت 150000 سهم ناقص 3000 سهم اتاخروا في قسط التخصيص في 60 جنيه، يعني 8,820,000. طيب نيجي بعد كده قيمة المبالغ المتأخرة من القسط الأول والأخير. قيمة المبالغ المتأخرة من القسط الأول والأخير، هو كم سهم ما دفعش القسط الأول والأخير؟ ها شاطر، 5000 سهم. كم سهم ما اتدفعوش؟ 5000 سهم. طيب القسط الأول والأخير قد إيه؟ 40 جنيه. يبقى 5000 سهم في 40 جنيه هيديني كام؟ 200,000 جنيه. يبقى 5000 سهم اتأخروا في قسط أول وأخير، قيمة القسط 40 جنيه، يبقى 5000 سهم في 40 جنيه بكام؟ ب 200,000 جنيه. طيب تعالى كده نشوف ازاي نحسب بقى رأس المال المدفوع، هنا بيحسب أو بيطلب منك رأس المال المدفوع. طيب تعالى كده مع بعض. أول حاجة رأس المال المدفوع ازاي أحسبه؟ ها رأس المال المدفوع ليه معادلة لازم تكون حضرتك عارفها كويس. رأس المال المدفوع بيساوي رأس المال المصدر ناقص حاجتين، أقساط لم تطلب بعد وأقساط متأخرة. ها رأس المال المدفوع ازاي احسبه؟ رأس المال المصدر ناقص حاجتين، أقساط لم تطلب بعد، يعني ميعادها لسه ما جاش، لسه ما طلبتهاش، وأقساط ميعادها جه بس الناس ايه؟ اتأخرت وما دفعتش. طيب هو عاوز ايه؟ عاوز تحسب له رأس المال المدفوع بعد سداد قسط التخصيص. عاوزك تحسب له رأس المال المدفوع بعد سداد قسط الايه؟ التخصيص. طيب احسبها ازاي؟ رأس المال المصدر، رأس المال المصدر احسبه ازاي؟ اضرب عدد الاسهم المصدرة في القيمة الاسمية للسهم، في القيمة الاسمية كلها. يبقى ازاي احسب رأس المال المصدر تاني؟ عدد الاسهم المصدرة اللي هي 150,000 سهم في القيمة الاسمية للسهم 200 جنيه، يعني هيديني، شوف بقى هيديني كام؟ هيديني 30 مليون جنيه. هيديني كام؟ 30 مليون جنيه. تمام؟ ناقص هنطرح كام حاجة؟ حاجتين، أقساط لم تطلب بعد وأقساط متأخرة. طب أنا دلوقتي بحسب رأس المال إمتى؟ بعد قسط التخصيص. إيه القسط اللي أنا لسه ما طلبتوش؟ لسه ميعاده ما جاش. ها شاطر، قسط أول وأخير، هو ده القسط اللي لسه إيه؟ ما طلبتوش. يبقى ناقص قسط اول واخير اللي هو قيمته كام؟ 6 مليون جنيه. حسبنا 6 مليون جنيه ازاي؟ ها 150,000 سهم اللي انا اصدرتهم في 40 جنيه اللي هو قيمه قسط اول واخير، اداني كام؟ 6 مليون جنيه. زائد ايه اللي هيطرح تاني؟ ها اقساط متاخره. طب ايه الاسهم اللي اتاخرت؟ مش في ناس ما دفعتش في قسط التخصيص؟ كانوا كام؟ فاكر كده معايا؟ كانوا 3000 سهم. صح؟ يبقى الاسهم المتاخره في قسط التخصيص 3000 سهم. طب قسط التخصيص بكام؟ ب 60 جنيه. يبقى 3000 سهم في 60 جنيه هيديك 180,000. يبقى لو انا عاوز احسب قيمه المبالغ اللي اتاخرت في قسط التخصيص، هم 3000 سهم في 60 جنيه، قيمه قسط التخصيص هيديني كام؟ 180,000 جنيه. يبقى اذا انا هعمل ايه؟ يبقى 30 مليون ناقص ها 6 مليون و 180,000، يبقى اذا هيطلع كام؟ هيطلع 23 مليون. يبقى راس المال المدفوع 23 مليون 820,000. 3
وعشرين مليون تمنمية وعشرين ألف. ده رأس المال المدفوع إمتى؟ بعد سداد قسط التخصيص. طيب لو جه طلب منك رأس المال المدفوع بس بعد سداد قسط أول وإيه؟ وأخير. رأس المال المدفوع بس بعد سداد قسط أول وأخير، برضه نفس المعادلة. المعادلة بتقول لي إيه؟ رأس المال المصدر ناقص حاجتين، أقساط لم تطلب بعد وأقساط متأخرة. طيب تعالى كده معايا، إحنا خلاص عرفنا إزاي نحسب رأس المال المصدر اللي هو إيه؟ عدد أسهم مصدرة في القيمة الإسمية كلها. 150 ألف سهم في 200 أهو، يبقى 150 ألف في 200 يعني كام؟ ب 30 مليون جنيه. يبقى رأس المال المصدر ب 30 مليون جنيه، ناقص حاجتين، أقساط لم تطلب بعد. طيب أنت عاوز تحسبه إمتى؟ بعد سداد قسط أول وأخير. طيب هل في أقساط بعد قسط أول وأخير لسه ما طلبتهاش؟ ها شاطر، لسه خلاص مفيش، يبقى مفيش أقساط، يبقى صفر. مفيش أقساط لسه ما طلبتهاش، يبقى صفر. طيب يبقى إذا أقساط لم تطلب بعد صفر. طيب هل في أقساط متأخرة؟ كان عندي في ناس اتأخرت في قسط التخصيص اللي احنا حسبناها بكام؟ ب 180 ألف، وعندي في ناس اتأخرت في قسط أول وأخير اللي احنا حسبناها بكام؟ ب 200 ألف. وعرفنا ازاي حسبنا ال 180، ال 180 عبارة عن ايه؟ 3000 سهم اتأخروا في قسط التخصيص، قيمة القسط 60 جنيه، يبقى 180 ألف. طيب الأسهم المتأخرة في قسط أول وأخير حسبناها ازاي؟ قلنا 5000 سهم اتأخروا في 40 جنيه قيمة قسط أول، يبقى اديني 200 ألف. يبقى إذا 180 و200 380 ألف دي الأسهم الإيه؟ المتأخرة، سواء في قسط التخصيص أو قسط أول وأخير. يبقى إذا كده هنطرح بقى 30 مليون ناقص 380 ألف هيديني كام؟ هيديني 29 مليون، يبقى رأس المال المدفوع 29 مليون كام؟ 620 ألف. 29 مليون 620 ألف. طيب السؤال، هل بقى طالما الناس اللي الأسهم دي بتاعتها اتأخرت، هل بقى هنسيبهم كده ما يدفعوش الأقساط اللي عليهم، ولا هنديهم مهلة معينة وبعد كده نبيع الأسهم؟ لا، هو قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ وقد باعت. بص اقرا كده معايا، احنا بنستنى بقى الناس طالما ما دفعتش بنعمل ايه؟ بنبيع الاسهم بتاعتها. وقد باعت الشركة الاسهم في سوق الاوراق المالية بسعر 110 جنيه للسهم. الشركة باعت الاسهم المتأخرة ديت بسعر كام؟ 110 جنيه للسهم، وبلغت المصروفات، مصروفات البيع 5000 جنيه، وفوائد التأخير 15000 جنيه، وتم تسوية حساب المساهم المتخلف عن السداد. طيب بص بقى يا أستاذ، يبقى الشركة باعت الأسهم المتأخرة، طيب باعتها بكام؟ ب 110. هنشوف بقى، هنحسب تمن البيع ونطرح منه أو نخصم منه مصروفات البيع، هنحملها لمين؟ للمساهمين اللي تأخروا عن السداد، وفوائد التأخير نخصمها، ونخصم المبالغ المتأخرة لأن احنا كان علينا أقساط متأخرة، سواء في قسط التخصيص 180 ألف وفي قسط أول وأخير 200 ألف. طيب يبقى تعالى كده معايا كده هنحسب الكلام ده ازاي. تعالى كده نبص مع بعض قبل ما نشوف هنعمل القيد ازاي. يبقى إذن هنقول تمن البيع، ها أنا بعت كم سهم؟ كم سهم متأخر؟ 5000 سهم. كم سهم متأخر؟ 3000. كان في مساهم بيمتلك 3000 وفي مساهم بيمتلك 2000، يبقى العدد الاسهم المتاخره كلها كام؟ 5000 سهم. طيب بعت السهم كام؟ في سعر بيع السهم، بعت السهم الواحد في البورصه بكام؟ ب 110. يبقى 5000 سهم متاخر في 110 بكام؟ 550000 جنيه. 550000 جنيه. طيب ناقص، نبدا بقى نطرح بقى، بص بقى نطرح منها ايه؟ دي الحصيله اللي انا حصلتها 550000 جنيه، اطرح منها ايه؟ دفعت مصاريف بيع. يبقى اطرح مصاريف البيع ليها كام؟ 5000 جنيه. حسبت فوائد تاخير، اطرح فوائد التاخير اللي هي كام؟ 15000 جنيه. واطرح قيمه الاقساط المتاخره في قسط التخصيص او قيمه التاخر عن قسط التخصيص. هو قسط التخصيص كان المبالغ المتاخره قد ايه؟ كان 3000 سهم في 60 جنيه، يعني كام؟ 180000 جنيه. تمام؟ ده في قسط الايه؟ التخصيص. واطرح برضو قيمة التأخر في قسط أول وأخير، كان 5000 سهم في 40 جنيه قيمة القسط، يبقى 200000 جنيه. يبقى إذا أنا بطرح كام حاجة؟ ها؟ أربع حاجات، مصاريف البيع، فوائد التأخير،
التأخر في قسط التخصيص، المبالغ المتأخرة في قسط التخصيص، والمبالغ المتأخرة في قسط أول وإيه وأخير. لو الرقم طلع بالموجب، يعني أنا طرحت ال 550 ألف ناقص الأرقام دي، الرقم طلع بالإيه؟ بالموجب. طب المبلغ اللي باقي ده بتاع مين؟ ها؟ بتاع المساهم المتأخر عن السداد. المبلغ ده من حق مين؟ المبلغ الزيادة ده، ده زيادة، ده مبلغ زيادة، ده من حق مين؟ المساهم المتأخر عن السداد. يبقى المساهم المتأخر عن السداد المفروض الفلوس دي بتاعته، ال 150 ألف جنيه دي بتاعته، يبقى هو إيه؟ دائن للشركة، ليه فلوس عند الشركة بكام؟ ب 150 ألف جنيه. طيب إزاي نعمل الكلام ده في القيد اليومية؟ أنا بعمل قيدين يومية، قيد بثبت بيه عملية البيع، قيد بثبت بيه عملية البيع للأسهم المتأخرة. بقول إيه؟ بقول من حساب البنك، مش أنا دلوقتي بعت وطالما بعت الأسهم يبقى أنا حصلت، وطالما حصلت يبقى حسابي في البنك زاد، يبقى من حساب البنك وحط هنا سعر البيع. أنا بعت كام سهم؟ 5000 سهم في 110 جنيه للسهم، يبقى أنا حصلت كام؟ 550 ألف جنيه، يبقى البنك زاد ب 550 ألف جنيه. إلى مذكورين، إلى مذكورين. ايه هما مذكورين؟ الحاجات اللي انت طرحتها تحت دي كلها تحطها الى ايه؟ الى مذكورين. اول حاجة قسط التخصيص ب 180 الف اللي هي المبالغ المتأخرة فيه، قسط اول واخير ب 200 الف، مصروفات البيع 5000 جنيه، فوائد التأخير 15000 جنيه، والمبلغ الزيادة اللي انا قلت لك من حق مين اللي هو طلع هنا ده، اللي هو من حق مين؟ المساهم، اللي هو المساهم يعتبر دائن بالمبلغ ده، افتح له حساب بيه، حساب المساهمين المتأخرين ب 150 ألف جنيه. يبقى من حساب البنك إلى مذكورين، تمام، وافتح كده بالمبلغ اللي باقي حساب للمساهمين المتأخرين. طيب يبقى إذا المساهمين المتأخرين ليهم عندك كام؟ ليهم عند الشركة كام؟ 150 ألف جنيه. يبقى أعمل قيد تاني اسمه قيد سداد المستحق للمساهم الإيه؟ المتأخر. أدفع بقى الفلوس بتاع المساهمين المتأخرين، أدفع لهم الفلوس بتاعتهم. يبقى أقول من حساب، اقفل الحساب ده، الحساب داين اخليه ايه؟ مدين. يبقى من حساب المساهمين المتأخرين الى حساب البنك، من حساب المساهمين المتأخرين الى حساب البنك. البنك بتاعي قل بكام؟ ب 15000 جنيه، ب 150000 جنيه، معذرة، 150000 جنيه. يبقى اذا انا بعمل كام قيد؟ قيدين، قيد اثبات عملية البيع زي ما انتوا شايفين كده من حساب البنك بالحصيله اللي انا حصلتها الى مذكورين، واحط كل الحاجات اللي انا طرحتها هنا، والمبلغ الزياده بفتح بيه حساب للمساهمين الايه؟ المتاخرين 150000 جنيه. بعد كده اسدد المستحق بقى، يبقى البنك هيقل، يبقى من حساب المساهمين المتاخرين الى حساب الايه؟ البنك. طيب تعالى كده نطلع مع بعض نحل اسئله البابل شيت اللي احنا لسه فضلنا. اول حاجه بيقول لك رقم 5، قيمه راس المال المدفوع في المركز المالي عقب سداد قسط التخصيص اللي احنا حسبناه تحت اهو، اللي احنا حسبناه تحت طلع معانا كام؟ طلع معانا ها عقب سداد قسط التخصيص كام؟ 23 مليون 820 الف، 23 مليون 820 الف. هل موجود 23 مليون؟ 23 مليون 820 الف لا، يبقى لا شيء مما سبق. طيب قيمه راس المال المدفوع في المركز المالي عقب سداد القسط الاول والاخير، ها حسبناه تحت برضو اللي هي طلعت معانا كام؟ 29 مليون 620 الف. المحصل هو هنا ايه؟ هنا راس المال المدفوع عقب سداد القسط الاول والاخير وقبل بيع الايه؟ قبل بيع الاسهم، قبل بيع الايه؟ الاسهم، تمام، لسه انا ما بعتش الاسهم. طيب لكن لو قال لي بعد بيع الاسهم، لو قال، لو شال كده وقال لي بعد بيع الاسهم، يبقى في الحاله دي راس المال المدفوع هيساوي ايه؟ هيساوي راس المال المصدر. يبقى اذا طالما بعد بيع الاسهم المتاخره يبقى ما فيش ولا في اقساط لم تطلب بعد ولا في اقساط متاخره. يبقى ركز معايا، لو قال لك احسب لي راس المال المدفوع في المركز المالي بعد بيع الاسهم المتاخره، قال لك بعد بيع خلاص، يبقى الاقساط المتاخره انت حصلتها خلاص، يبقى راس المال المدفوع هيساوي راس المال المصدر، يعني هيساوي كام؟ 30 مليون جنيه. خلي بالك من النقطه ديت. طيب المحصل من عمليه بيع الاسهم حسبناها بكام؟ 550 الف جنيه. حسبناها ازاي؟ عدد الاسهم المتاخره 5000 سهم، بعت السهم الواحد ب 110 فضربت 5000 سهم في 110 اداني 550 الف جنيه. قيد
تسوية مستحقات المساهمين نتيجة عملية البيع للأسهم المتأخرة. مش احنا قلنا المساهمين المتأخرين كان ليهم فلوس، كان دائن. طيب سوينا الفلوس دي اللي احنا دفعناها، قيد تسوية يعني قيد سداد. كلمة تسوية يعني ايه؟ سداد. قلنا من حساب المساهمين المتأخرين ب150 الى حساب البنك، ان البنك قل ب150. قيد اثبات بيع الاسهم. ها لما جيت بعت الاسهم ايه القيد اللي انا عملته؟ ها يبقى نختار الاجابة بي، من حساب البنك، البنك زاد ب550 الف، الى مذكورين، حساب قسط التخصيص 180 الف، حساب قسط اول واخير 200 الف، حساب فوائد التأخير 15 الف، حساب مصاريف البيع 5000، حساب المساهمين المتأخرين كام؟ 15 الف جنيه. بص بقى النقطة اللي انا كنت لسه بكلمك فيها، يظهر رأس المال المدفوع بعد بيع اسهم المساهمين المتأخرين مبلغ كام؟ ها 30 مليون جنيه. مش انا قلت لك طالما قال لك رأس المال المدفوع بعد بيع اسهم المساهمين المتأخرين يبقى في الحالة ديت ايه؟ يبقى في الحالة ديت رأس المال المدفوع بيساوي رأس المال الايه؟ المصدر. يبقى في الحالة ديت رأس المال المدفوع اهو، يبقى رأس المال المدفوع بعد بيع الاسهم المتأخرة هيساوي رأس المال المصدر فقط، يعني هيساوي 30 مليون جنيه. طالما ان انا بعت الاسهم يبقى انا حصلت خلاص الاقساط المتأخرة، خلاص يبقى مفيش اقساط متأخرة بصفر، يبقى 30 مليون جنيه. تمام؟ طيب تعالوا كده نبص على مع بعض على الحالة رقم 5. بيقولك يتكون رأس مال شركة مساهمة من 100 ألف سهم بقيمة اسمية 100 جنيه للسهم، وفي 1/9/2017 قررت الشركة تخفيض رأس مالها بشراء 30 ألف سهم. الشركة قررت اللي هي تخفض رأس المال بتاعها عن طريق اللي هي تنزل في البورصة وتشتري الأسهم بتاعتها. الكلام ده احنا بنسميه ايه؟ بتسميه اسهم الخزينه، اللي هي بتروح تشتري الاسهم بتاعتها وتحطها في الخزنه. طيب احنا بنسميه بلغه الاعمال بنسميها اعدام الاسهم، اللي انا بروح اشتري الاسهم من السوق واخدها واحطها في الخزنه بتاعت الشركه، دي بنسميها اسهم الخزينه او بنسميها اعدام الايه؟ الاسهم. معنى كلمه اعدام اللي انا خلاص خليت السهم مش في السوق، شلته من السوق، عدمته. طيب الشركة عملت ليه كده؟ عشان تخفض رأس مالها. اشترت كام سهم؟ 30 ألف سهم. وقد تلقت الشركة عروضا من المساهمين لبيع 45 ألف سهم، فخفضت العروض إلى الكمية المطلوبة فقط. يعني المساهمين عرضوا إن هم يبيعوا للشركة 45 ألف سهم، بس هي كانت مقررة اللي هي تشتري 30 ألف سهم بس. يبقى أنا لما أجي أشتغل هشتغل على القرار اللي الشركة خدته، هي اشترت كام بس؟ 30 ألف سهم. وقد تم شراء الأسهم بسعر 95 جنيه. اشترت السهم بكام؟ ب95 جنيه. طيب لما اجي النقطة ديت بنسميها شراء أسهم الخزينة. تمام؟ طيب أنا عندي بعمل قيدين، أنا كمحاسب بعمل قيدين. لما الشركة بتاخد القرار اللي هي تخفض رأس المال عن طريق اللي هي تشتري أسهم وتحطها في الخزنة اللي احنا بنسميها أسهم الخزينة، بعمل قيد بقول ايه؟ عند صدور قرار تخفيض رأس المال بقول ايه بقى؟ بقول من حساب، طالما رأس المال هيتخفض يبقى رأس المال حساب طبيعته ايه؟ داين. لما اجي اخفضه اخليه ايه؟ مدين. يبقى بقول من حساب رأس مال الاسهم العادية او من حساب رأس مال الاسهم الى حساب. انا هخفضها ازاي؟ عن طريق ان انا هشتري الاسهم واحطها فين؟ في الخزنة. فنفتح حساب اسمه اسهم الخزانة او اسهم الخزينة، يبقى الى حساب اسهم الخزانة او اسهم الخزينة. طيب يبقى تعالى كده ركز معايا، يبقى من حساب رأس مال الاسهم، رأس المال اتخفض، الى حساب اسهم الخزينة. طب المبلغ اللي هيتكتب هنا عبارة عن ايه؟ بضرب عدد الاسهم اللي الشركة قررت اللي هي تشتريها في القيمة الاسمية للسهم. يبقى دايما القيد ده بيتعمل بالايه؟ بالقيمة الاسمية. يبقى دايما القيد ده بعمله بالقيمة الاسمية. يبقى 30 ألف سهم اللي الشركة هتشتريهم في 100 جنيه، القيمة الاسمية يبقى كام؟ ها 3 مليون جنيه. يبقى اذا من حساب رأس مال الاسهم الى حساب اسهم الخزينة بكام؟ ب3 مليون جنيه. خلي بالك حساب اسهم الخزينة اللي حضرتك فتحته ده بفتحه وبقفله بالقيمة الاسمية اللي هو 3 مليون، بفتحه واقفله بالقيمة الاسمية. انت فتحته في الجانب الايه؟ الدين. هتقفله في القيد اللي بعده. القيد اللي بعده اسمه ايه؟ اللي انا ببدأ اسدد قيمة الاسهم المشتراه.
بسدد قيمة الأسهم. أنا اشتريت كام سهم؟ 30,000 سهم. طيب هل أنا اشتريته بسعره؟ يعني بالقيمة الإسمية؟ بالرقم اللي مكتوب عليه؟ لا، هو قيمته الإسمية كام؟ 100 جنيه. أنا اشتريته بكام؟ ب95. يعني حاجة تمنها 100 جنيه حضرتك اشتريتها ب95، يبقى أنت كسبان ولا خسران؟ كسبان طبعا. حاجة تمنها 100 جنيه أنت اشتريتها ب95، أنا حققت مكسب 5 جنيه عن كل سهم أنا اشتريته، لأن حاجة تمنها 100 جنيه أنا اشتريتها بكام؟ ب95 بس، يبقى أنا حققت مكسب أو ربح 5 جنيه عن كل إيه؟ سهم. يبقى أنا دفعت كام بس؟ 95. طيب يبقى إذا القيد عندي يبقى عامل إزاي؟ هتقفل حساب أسهم الخزانة. إحنا اتفقنا إن أسهم الخزانة أنا فتحته بالقيمة الإسمية أقفله برضه بالقيمة الإسمية. أوعى تنسى المعلومة ديت. يبقى أسهم الخزانة بفتحه وبقفله بالقيمة الإسمية اللي هي الـ 3 مليون جنيه، اللي هي الـ 100 جنيه في 30,000 سهم. يبقى من حساب أسهم الخزانة بـ 3 مليون جنيه إلى مذكورين. حساب أرباح شراء الأسهم، أنا حققت ربح، مش أنا اتفقنا إن إحنا حققنا إيه؟ ربح، بسميها حساب أرباح شراء الإيه؟ الأسهم، أنا حققت ربح كام؟ 5 جنيه ربح عن كل سهم، طب أنا اشتريت كام سهم؟ 30,000 سهم، يبقى 30,000 سهم في 5 جنيه، يبقى أنا حققت أرباح كام؟ 150,000 جنيه، والربح دايماً داين، عشان كده ظهر في حساب الدين. طيب والبنك دفع كام؟ مش أنا سددت قيمة الأسهم، يبقى أنا دفعت، يبقى البنك قل. البنك دفع كام؟ انا اشتريت بكام؟ ب95. يبقى انا اشتريت 30,000 سهم، دفعت في كل سهم 95، يبقى 30,000 سهم في 95 بكام؟ ب 2,850,000. 2,850,000. يبقى ده اسمه قيد سداد الاسهم المشتراه من حساب اسهم الخزانه بالقيمه الاسميه 3 مليون الى مذكورين، حساب ارباح شراء الاسهم 150,000، وحساب البنك بكام؟ ب 2,850,000. يبقى نختار الاجابه سي، لان هو عاوز قيد سداد قيمه الاسهم. طيب الحاله الاخيره عندنا في موضوع هيكل التمويل في المنشات، اللي هو توزيع الارباح. توزيع الارباح، استخرجت البيانات التاليه من دفاتر احدى الشركات المساهمه في 31/12/2017. بيقول لك راس المال المرخص به 12 مليون جنيه، القيمة الإسمية للسهم 150 جنيه، وقد أصدرت الشركة 40,000 سهم لم يسدد عنها القسط الأخير وقدره 20 جنيه. رأس المال المرخص به، تمام، احنا اتفقنا ان في حاجة اسمها رأس المال المرخص، ده الحد الأقصى للشركة اللي هي ما تقدرش تزيد عنه. يبقى ال 12 مليون جنيه دي ما تقدرش تزود عنهم، ده السقف بتاع الشركة. القيمة الإسمية للسهم كان 150. طب هي أصدرت قد إيه؟ أصدرت 40,000 سهم. طيب السؤال، هل هي حصلت ال 150 جنيه كلها؟ القيمة الإسمية للسهم كان 150، هي أصدرت كام؟ 40,000 سهم. هل حصلت ال 150 جنيه عن ال 40,000 سهم؟ لا، قال لك لم يسدد عنها القسط الأخير وقدره كام؟ 20 جنيه. يبقى إذن هي حصلت من ال 150 ديت 130 بس. ركز معايا، هي حصلت من ال 150 ديت 130 بس. ليه؟ لان لسه القسط الاخير لم يسدد وقدره كام؟ 20 جنيه. يبقى اذا لما نيجي نحسب راس المال المدفوع، لما نيجي نحسب راس المال المدفوع هيساوي ايه؟ عدد الاسهم المصدره في المبلغ المدفوع من القيمه الاسميه. عدد الاسهم المصدره كام؟ 40,000 سهم، في المبلغ المدفوع من القيمة الإسمية الدفع كام؟ هي القيمة الإسمية 150، ما تدفعش 20 اللي هو قسط أول وأخير، يبقى الدفع كام؟ 130. يبقى 40,000 سهم في 130 يبقى كام؟ 5,200,000. 5,200,000 ده رأس المال المدفوع، ده رأس المال المدفوع. طيب هنا قال لي بقى إيه؟ قال لي صافي الخسارة المرحلة من العام الماضي بلغت، أنا كنت عندي خسارة مرحلة 200,000 جنيه، تمام، وقد حققت الشركة هذا العام ربحا صافيا قدره 1,200,000 جنيه. طيب ازاي اوزع الارباح بتاعتي؟ انا حققت ارباح السنة دي 1,200,000 جنيه، ازاي بوزع الارباح بتاعتي؟ انا بعمل كشف او مشروع بسميه مشروع توزيع الارباح. ركز بقى معايا كده، المشروع ده بيبقى شكله عامل ازاي؟ جدول كده، يبقى عندي عمود بس واحد كده بحط فيه المبالغ.
مشروع توزيع الأرباح، أول رقم بكتبه بحط صافي ربح العام الحالي، الربح اللي أنا حققته السنة دي. طيب أهو 1,200,000 جنيه، يبقى أول حاجة أول رقم ببدأ بيه صافي ربح العام الحالي كام؟ 1,200,000 جنيه. أهو هو مدوني أهو في البيانات، وقد حققت الشركة هذا العام ربحا صافيا قدره 1,200,000 جنيه. يبقى إذا أول حاجة بحط 1,200,000 جنيه. طيب هل أنا أقدر أوزع المبلغ ده كله؟ لا، لو انا عندي خساره كنت محققها السنه اللي فاتت لازم اطرحها الاول. لو انا عندي خساره كنت محققها السنه اللي فاتت لازم اطرحها الاول قبل ما اوزع اي حاجه. يبقى اقول ناقص الخسائر المرحله من سنوات ايه سابقه، ناقص الخسائر المرحله من سنوات سابقه. يبقى اقول كده 1,200,000، ادي الخسائر المرحله، هو مداني ب 200,000 اهو، صافي الخساره المرحله من العام الماضي 200,000. يبقى اقول كده 1,200,000 ناقص ال 200,000 يبقى هيديني ايه؟ هيديني الربح القابل للتوزيع. يبقى اذا هو ده الربح اللي انا اقدر اوزعه، يبقى 1,000,000 جنيه الربح القابل للتوزيع. طيب في ثلاث حاجات لازم اوزعهم اي شركه، ده قانوني، في ثلاث بنود لازم الشركه توزعهم. اول حاجه الزامي، ايه هما؟ اول حاجة الاحتياطي القانوني، يبقى اول حاجة لازم اوزعها الاحتياطي الايه؟ القانوني. طب الاحتياطي القانوني ده بحسبه ازاي؟ هو عبارة عن، اكتب كده في الورقة اللي معاك، هو عبارة عن الربح القابل للتوزيع في النسبة المعطاة بحد ادنى 5%. قول كده معايا، يبقى الاحتياطي القانوني هو عبارة عن الربح القابل للتوزيع اللي انا حسبته اللي هو بكام، بمليون جنيه، ده في النسبة المعطاة بس ما تقلش عن ايه؟ عن 5%، ما ينفعش تقل عن 5%. طب هو هنا قال لي ايه؟ بص كده معايا كده، قال لي كما قررت، بص كده في السطر التاني كده، كما قررت حجز النسبة المقررة قانونا كاحتياطي قانوني. الشركة قررت اللي هي تحجز النسبة اللي القانون قال عليها اللي هو كام؟ 5%. يبقى اذا خلاص، يبقى هضرب 1,000,000 جنيه الربح القابل للتوزيع في 5% هيديني كام؟ 50,000 جنيه. طب لو جه في مثال تاني قال لي النسبة 10%، خلاص اوزعها ب 10%، المهم اللي هي ما تقلش عن كام؟ عن 5%، يبقى في النسبة المعطاة بس ما تقلش عن 5%. طيب يبقى اداني كام؟ 50,000 جنيه. طب ايه الحاجة التانية اللي لازم اوزعها؟ يبقى في ثلاث حاجات لازم اوزعهم، أول حاجة الاحتياطي القانوني، بعد كده الاحتياطي النظامي. طب الاحتياطي النظامي بحسبه ازاي؟ اكتب كده في الورقة اللي معاك، الربح القابل للتوزيع في النسبة المعطاة بس، الربح القابل للتوزيع في الايه؟ في النسبة المعطاة. طب القانون حدد اي حاجة؟ لا ما حددش. طيب يبقى 1,000,000 جنيه، طب هو قال لي كده، ارجع للتمرين، قال لي ايه؟ قال لي ها بص كده معايا، ها قررت الشركة حجز احتياطي نظام نسبة 10%، شايفها؟ حجز احتياطي نظام نسبة 10%. يبقى تعالى كده، يبقى الربح القابل للتوزيع 1,000,000 جنيه في 10% بكام؟ ب 100,000 جنيه. طيب تالت حاجة، أنا قلت في تلات حاجات، تالت حاجة دفعة أولى للمساهمين والعاملين، دفعة أولى للمساهمين والعاملين. طيب إزاي بقى أحسب الدفعة الأولى؟ اللي مش المساهم ده اللي هو صاحب الشركة والعامل لازم ياخد جزء من الأرباح، أه لازم ينوبه من الحب جانب. طيب الدفعة الأولى ديت ده قانون، لازم أديها له، يبقى التلاتة دول إلزاميين. بحسبها إزاي؟ رأس المال المدفوع في النسبة المعطاة بس بحد ادنى كام؟ 5%. تاني، الدفعه الاولى بحسبها ازاي؟ راس المال المدفوع في النسبه المعطاه بس بحد ادنى كام؟ 5%، زي الاحتياط القانوني، القانون قال لك ما تقلش عن 5%. طيب تعالى كده نبص، هو قال لي ايه؟ قال لي وافقت الجمعيه العامه على توزيع ربح كدفعه اولى وثانيه على المساهمين والعاملين بالشركة بنسبة كام؟ 9%. هو اداك الدفعة الأولى والتانية مع بعض، قال لك أنا هوزع دفعة أولى وتانية 9%. طب أنا أقدر أفصل قد إيه دفعة أولى وقد إيه دفعة تانية؟ أه، طالما اللي هو ما فصلش، هو الدفعة الأولى مش القانون حددها قال لك 5%؟ خلاص، يبقى الدفعة الأولى خليها 5% والدفعة التانية الباقي اللي هو كام؟ 4%. طالما اداك النسبة على بعضها، يبقى الدفعة الأولى هتبقى 5% والدفعة التانية 4%، لأن هو اداني النسبة على بعضها. يبقى نيجي هنا كده، هناخد دفعة أولى 5%، يبقى رأس المال المدفوع اللي أنا حسبته فوق 5,200,000 في 5% هيديني كام؟ 260,000 جنيه.
طيب يبقى اذا التلاتة دول بسميهم ايه؟ بسميهم تلاتة قانونيين او الزاميين لازم اطرحهم. يبقى مليون ناقص التلات ارقام دول 50,000 احتياطي قانوني، 100,000 احتياطي نظامي، 260,000 جنيه دفعة اولى، يبقى الربح الباقي بعد القانوني، انا بحب اسميه الربح الباقي بعد الايه؟ بعد التلاتة القانونيين كام؟ 590,000 جنيه. 590,000 جنيه. اي حاجة تانية بقى الشركة عايزة توزعها توزعها براحتها من المبلغ ده. اي حاجة تانية عايزة توزعها توزعها بقى بعد كده. طيب اول حاجة قال لي في ايه؟ قال لي وافقت الجمعية ماشي، قال لك ايه؟ ووزعنا ادينا مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بنسبة كام؟ 10%. ركز معايا بقى، مكافآت أعضاء مجلس الإدارة دي بتتحسب ازاي؟ الربح الباقي الربح بعد القانوني في النسبة المعطاة بس بحد أقصى كام؟ 10%. يبقى ركز كده معايا، مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ما ينفعش تزيد، ومكافآت أصحاب حصص التأسيس اللي هم المؤسسين ما ينفعش تزيد عن 10%. طب لو 12 لا، يبقى 10%. طب 9% خلاص 9%، المهم إن ما تزيدش عن 10%. تمام؟ طيب ووزعت إيه تاني؟ احتياطي تمويل مشروعات وتوسعات بنسبة 8%. 8% دي عادي، الاحتياطي ما قالكش عن نسبة عنه. تمام؟ طيب و تمام؟ طيب في أي حاجة تاني؟ طب تعالى كده نبص كده ننزل مع بعض. يبقى إذن الشركة وزعت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة قال لك بنسبة كام؟ 10%. القانون قال لك ما تزيدش عن 10%. يبقى هناخد 590,000 في 10% هيديني كام؟ 59,000 جنيه. بعد كده مكافآت حصة التأسيس ما عنديش. طيب مكافآت حصة التأسيس برضو ما تزيدش عن 10%، يعني برضو هاخد نفس الرقم بس هو مش موجود عندي في التمرين فبصفر. المهم إن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وحيث التأسيس ما تزيدش عن 10%. طيب دفعة تانية للمساهمين والعاملين، احنا قلنا الدفعة الأولى خدنا 5%، الدفعة التانية قلنا 4%، يبقى 5,200,000 الدفعة التانية بتتحسب برضو ازاي؟ ما تنساش رأس المال المدفوع في النسبة، دايما أي حاجة بياخدها المساهم أو العامل بتتحسب من رأس المال المدفوع. يبقى 5,200,000 4% ب208,000، واحتياطي تمويل مشروعات وتوسعات برضه هاخد ال 590,000 اللي هو الربح الباقي، الربح الباقي في 8% النسبة اللي هو قال لي عليها، يبقى 47,200. طيب هوزع أي حاجة تاني؟ لا خلاص كده، يبقى هطرح بقى 590,000 جنيه ناقص 59,000 جنيه مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، ما عنديش حصة تأسيس، دفعة تانية 208,000 و 47,000 هيديني كام؟ 275,800. ده الربح الباقي بعد التوزيعات، ده الربح الباقي بعد التوزيعات 275,800. طيب اعمل ايه؟ ده الربح اللي انا خلاص انا وزعت، ده الربح اللي انا هعمل ايه؟ هرحله او هبعته للسنة الجاية. ده الربح الباقي اللي انا هشيله ايه؟ هشيله على جنب كده ارحله للسنة الجاية اللي هو 275,800، اجمع عليه. لو في اي ربح مرحل من سنوات سابقة، لو في ربح انا كنت مرحله من سنوات سابقة، يقول كده زائد الارباح المرحلة من سنوات ايه سابقة، انا في التمرين هنا ما عنديش، يبقى ما فيش، يبقى اذا زائد صفر يبقى يديني يبقى ارباح مرحلة للعام القادم. يبقى اذا الارباح اللي رحلها للعام القادم كام؟ 275,800. 275,800. طيب ركز كده معايا بقى، احنا حسبنا الدفعة الاولى والتانية للمساهمين والعاملين اهو. الدفعة الأولى حسبناها بكام؟ تعالى كده للكشف، الدفعة الأولى 260,000 والدفعة الثانية 208,000. يبقى الدفعة الأولى المساهمين 260 والدفعة الثانية 208,000. طيب عاوزين نجمع كده الدفعة الأولى والدفعة الثانية، يبقى 260 زائد 208 468,000. طيب عاوزين نعرف نصيب المساهمين كام ونصيب العاملين كام. القانون قال لي نصيب المساهمين 90%، نصيب المساهمين 90 في نصيب الاسد، يبقى اضرب 468,000 90% اداني كام؟ ها اداني 421,200. ونصيب العاملين 10% يبقى اضرب 468,000 في 10% هيديني كام؟ 46,800. القانون قال لك ان مفروض نصيب العاملين في الارباح ما يزيدش مجموع مرتباتهم السنويه. القانون قال لي
ان نصيب العاملين في الارباح ما يزيدش عن المرتبات اللي بياخدوها في السنة. طب هو قال لي هنا معطى في التمرين، قال لي ان المرتبات بتاعتهم، مرتبات العاملين بالشركة عن العام بلغت كام؟ 60,000 جنيه. طيب يبقى اذا هي مرتباتهم 60,000 جنيه، طب والارباح نصيبهم في الارباح 46,800، زادت؟ ما زادتش، خلاص يبقى ياخدوها عادي. طب لو زادت؟ لا، يبقى الحد الاقصى بتاعهم 60,000 جنيه. طب لو الارباح دي 61؟ لا، يبقى اديهم 60 بس. يبقى اذا ما تزيدش عن مجموع مرتباتهم السنوية. طيب تعالى كده كده خلصنا الايه الحل، تعالى نبص كده اسئله البابل شيت. الاحتياط القانوني حسبناه بكام؟ ها 50,000 جنيه، يبقى الاجابه بي. الاحتياط النظامي ها 100,000 جنيه، يبقى الاجابه ايه. مكافآت اعضاء مجلس الاداره 59,000 جنيه، يبقى الاجابه سي. احتياطي تمويل المشروعات، ها الاحتياطي اهو احنا حسبناه بكام اهو، ها احتياطي تمويل 47,200، 47,200، هل موجودة الإجابة هنا؟ لا، يبقى لا شيء مما سبق. حصة المساهمين في الدفعة الأولى والثانية، ها حصة اللي احنا حسبناها ب90%، حصة المساهمين في الدفعة الأولى والثانية، أدي نصيب المساهمين أهو كام؟ 421,200، 421,200. حصة العاملين في الدفعة الأولى والثانية ها حسبناها بكام؟ 46,800، 46,800. الربح المرحل للعام القادم، ها آخر رقم عندك في المشروع، الربح المرحل للعام القادم أهو، أرباح مرحلة للعام القادم كام؟ 275,800، 275,800. يبقى إذا هنا الرقم مش موجود، يبقى نختار لا شيء مما سبق. وبكده نكون انتهينا من تغطية الأربع موضوعات الخاصة بالمراجعة النهائية. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، وإن شاء الله بإذن الله تأدوا في الامتحان كويس، وكل عام وأنتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. كان معكم سيد شاهين، المدرس المساعد بقسم المحاسبة بالكلية، مع تمنياتي لكم بدوام التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.